مبسوطة ان انا معاكم النهاردة. واحنا احنا اللي كمان مبسوطين مبسوطين ان حضرتك جدا، موجودة معانا. وانا كان ليا لقاء مع جميلة من اسبوعين، ومن اكتر يعني هي جميلة وهي جميلة فعلا، ايوه يا نانسي، من اكتر الشخصيات بجد الموهوبين واللي يتحبوا جدا في الوسط الفني حقيقي، كلام بجد مش مجاملة. قولي لي، بتبصي لمحمد عوض ازاي يا استاذه جميل؟ ببص له ب يعني خلينا دلوقتي نظره فنانه لرمز مخ، من رموز الفن، بتشوفي ايه؟ يعني كل سن كنت يعني بشوفه حاجة، بس هو الأكيد إنه في كل السنين أنا بشوفه حاجة كبيرة جدا. يعني أنا من وأنا صغيرة يعني بالنسبة لي هو جدي، فكنت أكيد بشوفه بطريقة غير اما انا بحاول يعني استبعد عنصر القرابه دلوقتي باعتبارك فنانه مثقفه مجتهده مجده زي ما استاذ عادل بيقول، فانا عايز رايك الفني. الفني اللي في البيت، اللي هو برضو شخصيته في البيت صارمة جدا، وفي نفس الوقت أنا كنت يعني كان يعني وكل حد ما بيستجراش يعلي صوته وهو موجود بس في البيت، او لو هو نايم اخر البيت محدش يقدر يتكلم بصوت طبيعي، حتى لو هو مش هيستمع، بس يعني هو ليه قدسية معينة كان في البيت، وليه هيبة جدا لكل الناس اللي تعرفه، ووقار جدا على الحقيقة، مع ان الناس الممثل الكوميدي الناس مش بتتخيل انه كده بالظبط، انه لازم كنت عمال لسه يقول هقول نكت، لك عمال يخر نكت، عمال على بطال. اطلاقا هو كان ليه هيبة جدا. وانا كمان لما بشوف فيديوهات مثلا ليا وانا طفلة وهو طالع فيها بشوف قد ايه هو فعلا هيبته ووقاره قوي، وفي نفس الوقت كان الحاجة دي بتتكسر معايا. انا عارفة ان انا كنت بكسر كل القواعد دي ما وانا هو اكيد، صغيرة، ما لاني بيقولوا دايما كنت اول يعني حفيدة. الحفيده دي هي اللي بتتدلع بقى. اكتر واحدة بتتدلع، كان بيدلعك ازاي بقى؟ يعني كان بيخرجك على طول، ولا بيعتمد ان هو مثلا يجيب لك هدايا، يجيب لك لعب، يجيب لك بونبوني؟ قولي لي كان بيعمل معاكي ايه؟ هو عادة البيت كان بيبقى كله نايم وقت ما هو كان بيبقى راجع من المسرح، وانا عارفة انه هو لاخر يوم في حياته كان بيعرض مسرح، ففي حاجات كده عامة انا من غير ما حد يعلمها لي بطريقة مباشرة انا اتعلمتها، اللي هو قدسية الشغلانة وقد ايه الشغلانة دي مهنة مهمة جدا ومحترمة جدا، و يعني ازاي كمان هو احترامه لشغله والفن والحاجات دي يعني موجودة عندي من غير ما أكون بركز فيها، ومن غير ما يكون حد بيقعدني على كرسي يعلمني الحاجات دي واحد اتنين تلاتة، هي موجودة في الجينات يعني كده، زي لو طب مش حتى عايزه أهله. تقولي حاجه لبابي قبل ما يعني أنا النهاردة بابي كنت لسه عاملة فيه مقلب أصلا، ف عملتي فيه ايه؟ حصل. كنت في برنامج وكان لازم كانوا عايزيني اعمل مقلب في حد من اهلي، فكلمت بابي قلت له النهارده من كام ساعه يعني كنت بقول له بابي انا قصيت شعري على الهوا، فقال لي ايه انا جاي لك حالا. ليه؟ ما انت قصتيه خلاص يعني، سبق لا بس السيف احنا العزل يعني. في عندنا لا كده خناق. حاجات، ها؟ في عندنا حاجات ما بنهزرش فيها في البيت، ما ينفعش حد ما يقص ما غير تقصير خناقات الشعر. البيوت التانية، عندنا خناقات معينة كده محددين من وانا طفلة معروفين، دي ما بن... الحاجات دي ما بنقرب لهاش، منهم قص الشعر، أنا دي مش بشكر حاجة حضرتك. بمزاجي بعملها، دي حاجة لازم اخد اذن بابي فيها. عايز أسألها سؤال. اتفضل. إيه المسرحية اللي بتحبيها لجدك؟ مطرب العواطف. يلا شفت ازاي؟ ايه ده؟ اصل انا لسه بقول دي واحده من المسرحيات اللي انا بموت فيها. انا بحبها قوي طيب لانه قولي بحب اللازمه الاساسيه بقى في المسرحيه دي ايه؟ الايه؟ مش اللازمه هتكون حافظه، الاساسيه. مش هتكون حافظه. اللازمه الاساسيه؟ مش هتكون حافظه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الله. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه. ميرسي يا استاذه جميله، انا ميرسي بشكر يا جميلة. حضرتك شكرا جزيلا ونورتينا. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com.
أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.